شوفي يا حلا، بس أنا بحب أخبرك شغلة. أي شيء بيصير أوكي، وإذا أنا مثل ما أنتي تقولين إنه أنا بايقة بذاتك وعلى كلامهم إنه أنت عم تأيدينهم إنه أنا بايقة بذاتك أوكي، بس قبل لا أنا أدش وأحط رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم، مو بس جدتك، راح أفضحك أنتي وأبوكي وكل اللي أنا كنت أنا ساكتة عشانكم، عشان ما تتبهدلون وعشان الناس ما تعرف فضايحكم أوكي. راح أقول كل شيء وراح أسجل فيديو وراح أنشر هذا الفيديو، ولا أشوف يا أنا يا أنتي يا ستك واللي ماشي وراهم، وراح أخلي سمعتكم على كل لسان. أنا براويكم.